أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من همزة وصل. هي مساحة تفردها قناة النيل الأخبار يوميا على مدار حوالي الساعة تقريبا لمناقشة أحد أهم الموضوعات التي تدور على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية. مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم من همزة وصل نناقش موضوعا ونطرح سؤالا، ألا وهو: كيف ترى قرار وزارة القوى العاملة الربط الإلكتروني للعمالة المصرية في الخارج؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم في همزة وصل، وهو مشاهدينا: كيف ترى قرار وزارة القوى العاملة الربط الإلكتروني للعمالة المصرية في الخارج؟ مشاهدينا، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر عدة وسائل. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف من على أي هاتف محمول على 1490. كذلك أيضا يمكنكم أن تتواصلوا معنا من أي هاتف أرضي على 0900 9130. كذلك مشاهدينا أيضا يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وسكايب وإنستغرام على همزة وصل إيجي. مشاهدينا، نحن في انتظار المشاركات والآراء التي سترد إلينا على مدار حلقة اليوم في همزة وصل. الآن نتابع هذا التقرير أولا مشاهدينا، ثم نعود لنبدأ نقاشنا. مشكلات لا حصر لها يواجهها المصريون العاملون في الخارج، بدءا من تغيير شروط عقد العمل عن ما هو متفق عليه بعد وصولهم إلى مقر العمل، مرورا بعدم حصولهم على مستحقاتهم ومساومة بعض أصحاب الأعمال لهم عند طلب نقل الكفالة، ووصولا إلى ترحيلهم المفاجئ. ففي ظل الأوضاع السيئة التي يعاني منها العاملون المصريون في الخارج في بعض الدول، والتي تحتم وضع حد لمعاناتهم وإيجاد وسيلة لحماية وكفالة حقوقهم وحريتهم، جاءت فكرة الربط الإلكتروني لأبناء مصر العاملين في الخارج. مجلس النواب المصري عني بهذه الفئة من أبناء مصر المقيمين في الخارج، وأعد تقريرا طلب فيه الحكومة بعدة أمور، أهمها إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، بالإضافة إلى إنشاء هيئة للدفاع عن حقوقهم وحل مشكلاتهم في كل دولة، فضلا عن توفير مظلة تأمينية لهم وتعميمها، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. تقرير البرلمان أوصى كذلك بسرعة إنهاء إجراءات الربط الإلكتروني بالتدريج بين وزارة العمل في مصر والدول المستقبلة للعمالة المصرية، وتطبيق عقد العمل الإلكتروني للقضاء على معظم المشكلات التي يواجهها العمل المصري في هذه الدول. القائمون على عملية الربط الإلكتروني للعمالة المصرية في الخارج يؤكدون أن هذه العملية ستعمل على تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات والعمالة الهامشية، كما ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة في الدول المستقدمة للعمالة المصرية. بعدما شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا، نذكركم بأنكم يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل المختلفة التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة على مدار حلقة اليوم. كذلك أيضا يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: فيسبوك وتويتر وغيرها على همزة وصل إيجي. مشاهدينا، هذه هي المواقع التي يمكنكم أن تتواصلوا وترسلوا إلينا بآرائكم عليها، سواء من المصريين أو في الخارج أو حتى من المصريين في الداخل. الآن نبدأ نقاشنا مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا الكرام الذين انضموا إلينا الآن عبر الهاتف، ونرحب بكل من نرحب بضيوفنا الذين انضموا إلينا الآن: الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، وكذلك نرحب بالدكتور عمرو سليمان مدير مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد المصريين بالخارج، وكذلك نرحب بالأستاذ صابر عبد القوي عضو مجلس النواب. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الأستاذ هيثم المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة. أستاذ هيثم، أهلا بك. أهلا بك أستاذ هيثم. أولا نود أن نعلم ما معنى ربط العاملين المصريين بالخارج إلكترونيا مع وزارة القوى العاملة. والربط دوت بيتم علشان تضمن الوزارة اللي بنربط معاها إنها تستخدم عمالة فنية مدربة وموثوقة قدراتها المهنية المطلوبة لسوق العمل في البلد اللي بنربط معاها. احنا عملنا ربط الكتروني فترة طويلة مع الأردن وناجح دلوقتي، وكنا عاملين بدأنا في الربط الكتروني مع ليبيا، لكن الظروف ما سمحتش في الأيام دي.
احنا دلوقتي في قدمنا ان احنا ننفذ ربط الكتروني مع دولة الكويت دوت عشان تستخدم عمالة من مصر مضمونة، ما يكونش داخل بين العامل وصاحب العمل سمسار. استاذ هيثم، الربط ده بيحارب تجار الاقامات، بيحارب السماسرة، علشان الربط يكون بين الوزارتين. الوزارة يطلب عمالة، يطلب من القوى العاملة بنديها العمالة عن طريق الربط الالكتروني بتاعها. الو 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 أستاذ هيثم، عذرا على المقاطعة، سنخرج مشاهدينا الكرام إلى فاصل ثم نعود لنستكمل نقاشنا مرة ثانية مع الأستاذ هيثم سعد الدين وكذلك مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد الخروج إلى هذا الفاصل. لما بلدي مصر وأهل بلدي اللي دعموا صندوق تحيا مصر سكنوني، بنولي بيت مش جحر، وسع يليق ببني أدمين، الشارع شارع، ملاعب، خدمات. إحنا 10500 عيلة، 40-50 ألف إنسان. استلمنا أول مرحلة في مدينة تحيا مصر في الأسمرات، كنا بنترجى ربنا ولادنا ما يشوفوش اللي شفناه، وربنا عوضنا. كنا حاضنين الموت، دلوقتي حاضنين الحياة. تسكين أهالينا في العشوائيات الخطرة وتطوير العشوائيات الآمنة معركة، وإحنا ياما كسبنا معارك، بس نتشارك. دعم وتبرع لصندوق تحيا مصر، بتبرعاتك حققنا كتير، مستنين دعمك أكتر علشان نحقق أكتر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نبدأ أو نستكمل نقاشنا مع الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة. أهلا بك مرة ثانية أستاذ هيثم. يعني زي ما كنا بنقول أن الربط الإلكتروني دلوقتي بين الكويت بيدي إجراءاته لإتمامه علشان استخدام العمالة المصرية للعمل في الكويت. تمام. الأسلوب بيضمن وجودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية في نفس الوقت، واستخدام عمالة بيحتاجها سوق العمل فعلا. تمام. الربط ده يحظى باهتمام من وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت هند صبيح. تمام. إذن أستاذ هيثم، هذا سيكون بديلا لمكاتب التسفير الموجودة هنا في القاهرة أو في مصر بصفة عامة؟ في أي دولة عموما، الموارد السلبية موجودة في كل الدنيا، مش في مصر والكويت بس، كل الدنيا موجودة. طالما اتوردت عماله في اماكن في سلبيات موجوده من ضعف النفوذ. المهم ان احنا بندرس دلوقتي لما نبدا هنطبق النظام، هنطبقه فين الاول؟ فرؤيه ان يكون التطبيق الاول في العقود الحكوميه كمرحله اولى، ثم يبدا تعميمه على النظام الاهلي. تمام. طيب الكويت هي الحاله الوحيده ام ان هناك دول اخرى سيتم تطبيق هذا النظام الالكتروني معها؟ هو الحقيقه مصر مطبقه الربط الالكتروني مع الاردن، وبيتم تنفيذه بنجاح، وهناك عماله مصريه بيتم الحصول عليها من جانب وزاره العمل الاردنيه عن طريق الربط الالكتروني، وده ماشي النظام زي الفل وجميل. كنا بننفذ هننفذ الربط الالكتروني مع ليبيا، لكن الاحداث التي حدثت فيما يسمى بالربيع العربي اخرت هذا الربط. تمام. المرحلة اللي احنا هننفذها دلوقتي هننفذها مع الكويت. هل هناك من دول عربية أخرى أو من دول الخليج مرشحة لتطبيق هذا النظام يعني أيضا يعني بعد الكويت؟ يعني احنا بنطبق مع دولة علشان نخلص واحدة، لأن تعتبر الكويت من ثاني الدول الخليجية المستقبلة للعمالة المصرية. تمام.
ما هي فائدة أو ما هي الفائدة التي ستعود على العامل المصري أو حتى على الدولة المستقدمة لهذه العمالة المصرية عند تطبيق هذا النظام الإلكتروني؟ أولا وأخيرا هيضمن العامل أن يأخذ عقد موثق وفي نفس الوقت صاحب العمل هياخد عامل مدرب وموثوق قدراته الفنية والمهنية. تمام، من هو الذي يعني يختبر هذا العامل؟ هل هي وزارة القوى العاملة؟ يعني كيف سيضمن مستقدم هذه العمالة بأنه سيحصل على عامل مدرب ولديه من الكفاءة والمهارات الكافية للقيام بالعمل المستقدم من أجله؟ وزارة القوى العاملة لديها موقع إلكتروني مسجل فيه جميع العمالة الراغبة في العمل سواء في الداخل أو في الخارج، وكل عامل من المسجل نفسه على الموقع موجود في شهادات خبراته وكل المؤهلات الحاصل عليها، وممكن صاحب العمل بيجهز له العمالة المطلوبة وبيجي يختبر العمالة في مقر وزارة القوى العاملة. تمام. بضمان عدم دخول في مصيرة في هذا التشريع. تمام، هذا من المفترض أستاذ هيثم أن يطبق على العمالة المصرية التي ستذهب إلى الدول في الخارج كالأردن والكويت، ولكن هل العمالة الموجودة بالفعل وتعمل في الكويت وفي الأردن منذ سنوات هل سيتم تطبيق عليها أو سيتم التطبيق عليها ذات النظام الجديد الإلكتروني؟ هو حضرتك اللي سيطبق في اللي هيحصل عليه بعد تطبيق النظام، يعني بعد ما نطبق النظام العمالة اللي هتروح هيطبق عليها، لكن الموجودة هناك أصلا طلعة أصلا بعقود موثقة من وزارة القوى العاملة، لأن العامل لا يستطيع أن يغادر البلد إلا إذا كان معاه عقد عمل، لابد أن يحصل على توثيق من وزارة القوى العاملة، وبالتالي بموجب هذا العقد بيحصل على تصريح بالعمل لدى جهة أجنبية من تصريح العمل في وزارة الداخلية. تمام، شكرا لك وابقى معنا أستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة. وننتقل إلى الدكتور عمرو سيلو عيمان مدير مركز دراسات أو الدراسات الاقتصادية باتحاد المصريين بالخارج. دكتور عمرو أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور عمرو، ما هو رأيك في هذا النظام الربط الإلكتروني للمصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة؟ في الحقيقة احنا لازم قبل ما نتكلم على هذا الربط ان احنا نتكلم على مجموعة من الحقائق. اولها ان تحويلات المصريين في الخارج احنا بنتكلم على رقم يقترب من 16 مليار دولار، وهو رقم تقريبا هو قد الصادرات المصرية غير البترولية، يعني 7 مليون مصري اللي احنا بنتكلم عليهم العائد منهم عائد العملة الصعبة منهم لمصر قد 83 مليون اللي موجودين في الداخل. وهنا نحن نتحدث عن ان مصر هبة المصريين في حد ذاتهم هم الثروة الحقيقية لمصر، ويقع على رأس ثروة الموارد البشرية المصرية المصريين الموجودين في الخارج. نعم. ودورهم في الاقتصاد هايل جدا 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 ومهم جدا جدا. أما نقول إن الرقم ده هو تقريبا قد قناة السويس، 3 أضعاف دخل قناة السويس. أما نتكلم على إن ما تحويلات العاملين في الخارج المصريين في السنة الواحدة قد القرض اللي احنا بنتكلم عليه مع صندوق النقد الدولي اللي هناخده على أكثر من سنة، فاحنا بنتكلم على طاقة ومورد هام جدا 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 للاقتصاد المصري. تمام. وفي الحقيقة الحكومة تأخرت في الاهتمام به من سنين وكان مهمل بالعشرات، وحسنا فعلت مؤسسة الرئاسة والرئيس بأن في التشكيل الحكومي الأخير تم فصل وزارة القوى العاملة عن وزارة الهجرة، وأصبح للمصريين في الخارج وزارة مستقلة لها وزير يعبر عنهم. إنما طموحات المصريين في الخارج وطموحاتنا في الدور اللي هتقوم به الوزارة والتدعيم والتعديلات التشريعية اللي محتاج يعملها مجلس النواب كبيرة جدا، لأن احنا مع الأسف بنعاني في مصر من مطالبة للمصريين في الخارج بكافة الواجبات، ومع الأسف لم نعطيهم كافة الحقوق أو
أعطيناهم قليل من الحقوق. مصرف الخارج كانوا بينضلوا من السبعينات لغاية التعديل الدستوري الأخير في دستورنا العظيم 2013 لما خدوا حق التصويت السياسي وما كانوش ما كانوش بياخدوه قبل كده. نحن نتحدث الآن عن واجب للحكومة المصرية في أن هي يبقى لديها رؤية استراتيجية واضحة لاستغلال هذا المورد الهام جدا وتوظيفه بالدول المحيطة. تمام. ولكن يعني أعود مرة ثانية إلى سؤال الحلقة دكتور عمرو، ما هو رأيك في الآلية التي تقوم بتطبيقها الآن وزارة القوى العاملة من خلال ربط المصريين العاملين بالخارج إلكترونيا مع الوزارة؟ بدأ التطبيق في الأردن وفي طريقه إلى التطبيق في مع الكويت، كيف ترى هذا الربط؟ خلينا نقول ان الربط الإلكتروني ده هو ربط في التعاقدات بين الجهات الحكومية في دولة الأردن ودولة الكويت مع الوزارة المصرية أو الحكومة المصرية، لكن يظل أن تطبيق العقود الإلكترونية على جميع العقود والمؤسسات لسه مش موجود. دخول دولة مهمة جدا زي السعودية اللي فيها أكثر من مليون مصري في الخارج لسه مش موجود. خلينا نتكلم كمان على أن الوزارة ليس لديها حتى الآن قواعد بيانات متكاملة وواضحة عن المصريين الموجودين في الخارج اللي هم حضرتك أشرت ليهم في سؤالك للأستاذ هيثم الموجودين من سنوات ماضية. نحن نحتاج إلى وجود قاعدة بيانات قوية جدا عن هؤلاء المصريين عشان نقدر نعرف هنقدر نستفيد منهم إزاي ونقدر ندعمهم إزاي. وهذه القاعدة يجب أن تكون من خلال تقسيم رعاية خاصة للمصريين في الخارج. المصري في الخارج لما يحس أن الحكومة بتاعته بتهتم بيه وبتقدم له خدمات هيسجل نفسه إلكترونيا لأنه هيستفيد من هذه الخدمات، هيقدر أنه هو يتواصل أكثر، يقدر يدعم اقتصاد بلده أكثر. تمام. ابقى معنا دكتور عمرو وننتقل إلى الأستاذ صابر عبد القوي عضو مجلس النواب. أستاذ صابر أهلا بك. أهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك ومشاهدين جميعا وأستاذ المشاركين معنا في البرنامج. مساء النور يا فندم. أولا أستاذ صابر، ما هو رأيك في خطوة وزارة القوى العاملة الربط إلكترونيا للمصريين في الخارج أو العاملين المصريين في الخارج مع وزارة القوى العاملة؟ ما فيش شك يا فندم إن مصر بتتمتع بثروة بشرية هائلة وعمالة الحقيقة على أعلى مستوى، والحقيقة يعني كل معظم الدول العربية تعتمد على مصر في الفترة السابقة، ولكن الفترة الأخيرة مصر وإحنا رأينا إن الدول العربية بدأت تتجه إلى آسيا نتيجة العمل المدرب والتعامل يعتبر إلكتروني وتعامل قانوني، فبالتالي بيلجأ لهذا الأمر. فمصر لما بتلجأ لهذا الأمر لضبط هذا الأمر إلكترونيا ده شيء كويس جدا عشان نحافظ على العمالة بتاعتنا في الخارج وتفعيل دور السفارات والجاليات المصرية بره في الخارج، زائد زي ما قال الاستاذ عمرو الاستفاده الحقيقيه من العماله بتاعتنا، لان مصر بتعتمد النهارده اعتماد كلي ومش اعتماد كلي ولكن اعتماد كبير جدا على العماله في الخارج في الدخل القومي العمله الصعبه، وخصوصا ان احنا مصر النهارده بتحارب سياحيا، فبالتالي ما قدمناش النهارده غير العماله في الخارج وقناه السويس. فاحنا الحقيقه لما بنحافظ على هذا الامر وبنقننه وبنفعل في الحفاظ على المواطن المصري في الخارج وبنزيده أمن واحتياط لتصرفه مع الكفيل أو مع المسؤول عنه في الخارج، وبنديله أيضا إن مصر بتخاف على أولادها وعلى مواطنيها وتأمين لهم إن شاء رب العالمين. تمام. ولكن أستاذ صابر، كما تحدث الدكتور عمرو عن ضرورة أيضا وجود قاعدة للبيانات لربط المصريين الذين يعملون منذ سنوات بالفعل في الخارج ووضع قاعدة أو قائمة بيانات عن هؤلاء المصريين المقيمين بالفعل في الخارج، ما مدى إمكانية القيام بهذا من قبل وزارة القوى العاملة؟ أولا يا فندم أي حد مسافر للخارج مسجل لدى مصر إنه في الفلاني ويسافر للدولة الفلانية بيدرس كذا وبيعمل في المكان الفلاني، يعني هو موجود بالفعل. ولكن اللي أهم من وجود اسمه عندنا في قاعدة البيانات عندنا إن هو لما يلاقي إن دولته ووزارته وزارة الهجرة اللي إحنا النهاردة بنعمل إنها تنشط في الفترة القادمة علشان تثبت وجودها مع مواطنيها في الخارج وتحافظ على مصلحتهم في الخارج، لما يلاقي إن فعلا انضمامه لقاعدة البيانات بتساعده وبتحافظ عليه وبتأمن خروجه في الخارج ودخوله في الداخل، فطبعا الأمر ده هيدفع كل المصريين في الخارج في الدول العربية أو غير العربية إن هم يسعوا لتسجيل نفسهم
بياناتهم عشان ده تأمين وتحصين المستقبل. تمام، شكرا لك أستاذ صبر عبد القوى. ننتقل مرة ثانية إلى الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة. أهلا بك أستاذ هيثم مرة ثانية. أستاذ هيثم. أيوة. أهلا بك أفندم مرة ثانية. هل تسمعني أستاذ هيثم؟ معك أفندم. تمام. طيب أستاذ هيثم، كما تحدث الدكتور عمرو سليمان عن ضرورة وجود قاعدة للبيانات حول العاملين المصريين في الخارج بالفعل، هل وزارة القوى العاملة هي المعنية بوضع هذه القاعدة الخاصة بالبيانات للمصريين في الخارج أم وزارة الهجرة والمصريين في الخارج؟ هو ما فيش حكاية إن وزارة القوى العاملة معنية أو الهجرة، دي حكومة واحدة وكلنا بنتعاون مع بعض سواء القوى العاملة أو سواء وزارة الهجرة. المهم ان احنا في الاخر نوصل ان احنا نسجل العاملين بالخارج، لان الارقام بتتضارب من 5 مليون ل 8 مليون ل 10 مليون كل جهه طالعه، لكن الرقم اللي طالع من جهاز مركزي للاستعداد العامه والاقصه يقول 5 مليون. المهم ان العماله المصريه في الاخر تتفضل مشكوره وتسجل نفسها في السفاره المصريه في بلد العمل وتعمل فيها، لان ما بيروحش اصلا العامل او الاستاذ او المهندس او اي اخ او اب او زميل ما يروحش نظيفات بره، بيبعد عن السفاره المصريه مش عارف ليه، يعني هي دي سفاره بلده، فلو راح سجل هنقدر نحصر كل حاجتنا، العماله المصريه بخلال نحصرها. تمام. أيضا يعني بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المصريون في الخارج أستاذ هيثم، يعني هل هناك من آلية يعني من الممكن أن تطبقها وزارة القوى العاملة حتى يستطيع العامل المصري في الخارج أن يتواصل مع وزارة القوى العاملة حتى يتم عرض مشكلته أو مع المستشار العمالي الموجود في الدولة التي يعمل بها هذا العامل ويواجه مشكلة؟ وزارة القوى العاملة عندها 13 مكتب تمويل عمالي سفارات الدول التي فيها عماله مصريه. حضرتك فيهم ثلاثه في دول في ايطاليا واليونان وجنيف، وفي العشره التانيين في دول في الخليج والسودان، وقفلنا اثنين في ليبيا في طرابلس وبنغازي، وقفلنا في اليمن. الموجودين حاليا دلوقتي وزير القوى العامله محمد سحبان اعطى تعليمات مشدده عندما تسلم عمل الوزاره بأنه لابد أن يقوم المستشار العمالي بعقد لقاء أسبوعي مع الجالية المصرية في بلد العمل اللي بيعمل فيها، ويشوف مشاكلهم أول بأول ويوافي الوزارة بكل جديد في هذه المشكلة، ويحترم تدخل الوزير لدى الوزير في هذه الدولة. الوزير بيرفع التليفون ويكلمه بيديله المشكلة فورا. تمام، شكرا لك الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل إلى الأستاذ عمرو سليمان مدير مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد المصريين في الخارج. أهلا بك مرة ثانية أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك وضيوفك. هل هذا الربط هو كافي مع دولتين عربيتين فحسب، أم أن هناك ضرورة للربط إلكترونيا بين كل الدول التي يعمل بها مصريون في الخارج؟ هذا الربط هو زي ما قلنا خطوة جيدة ولكنها متأخرة. هذا الربط هو بداية طيبة ولكن ليست هذه هي كل الأمال، نحتاج ونتطلع إلى المزيد، خاصة أن الربط مع المملكة العربية السعودية في حد ذاتها لأنها الدولة الأكثر استقبالا للعمالة المصرية، واللي الوضع فيها أهم بكتير في تصوراتنا وفقا للتقديرات الموجودة. زي ما أنا ما أشرت فيه تضارب في الأرقام ده لأن البيانات مش مسجلة، فإحنا كلنا بنتكلم على تقديرات سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من وزارة الهجرة أو حتى من عندنا من مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية أو دراسات الزملاء والأكاديميين في الجامعات، ده لأن مفيش قواعد بيانات متكاملة. اللي أنا عايز أكد عليه من رد المتحدث الرسمي، وطبعا نحن نجله ونحترمه، إنما لازالت الحكومة المصرية تفكر برد الفعل. نحن نتحدث أنه عندما تحدث مشكلة هنحلها وهنتصل بالتليفون، عندما يسافر المصري سنجد من يعاونه. احنا عايزين ننتقل إلى مرحلة المبادرة، أن يبقى عندنا الحكومة المصرية تخطط لأبنائها من المصريين في الخارج وتبحث لهم عن فرص العمل، تقوم بدراسة الأسواق في الدول العربية والدول الأوروبية اللي محتاجة عمالة ونشوفهم في تخصصات إيه،
مش السنة دي ولا السنة الجاية ده بعد 5 سنين وندرب أولادنا ونراعي دوت في التخصصات التعليمية والفنية اللي موجودة عندنا بحيث ان انا يبقى عندي كوادر مؤهلة ان هي تاخد سوق العمل. نحن الان نتحدث عن سوق عمل بالمعنى الدولي وليس بالمعنى المحلي. لدينا في عامل مصري نستطيع ان تؤهله الدولة. المصريين في الخارج اللي بيخرجوا على فرص 90% من هذه الفرص هي اجتهاد شخصي منهم، هم يبحثون عن وظائف في الخارج. انا عايز الحكومة المصرية تضع استراتيجية ورؤية واضحة ويبقى عندنا ارقام مستهدفة للتحويلات كل سنة نبني عليها الخطط الاقتصادية بتاعتنا وندخ مزيد من العملة الاجنبية اللي عندنا فيها مشكلة. شكرا لك استاذ عمرو سليمان مدير مركز دراسات الاقتصادية باتحاد المصريين بالخارج، كنت معنا عبر الهاتف. وكذلك ايضا نشكر الاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة. مشاهدينا الكرام، حيث إن همزة وصل مبني بالأساس على مشاركاتكم وإسهاماتكم التي ترد إلينا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الوسائل الأخرى كأرقام الهواتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة على مدار حلقة اليوم. الآن ننتقل إلى غرفة المتابعة الإلكترونية مع الزميلة ياسمين القفاص لاستعراض مجموعة من مشاركاتكم وأرائكم التي وردت إلينا حتى الآن. أهلا بك ياسمين، وماذا لديك من مشاركات مشاهدينا التي وصلت إليك حتى الآن؟ مساء الخير شهاب، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج همزة وصل. هكون معاكم ياسمين القفاص من غرفة المتابعة الإلكترونية، هتابع معاكم أهم ما ورد من تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. النهاردة موضوع حلقتنا بيهم كل مقيم في الخارج، ونسألكم سؤال وهو إزاي شايفين قرار وزارة القوى العاملة للربط الإلكتروني للعمالة المصرية بالخارج؟ أول تعليق معايا من أبو علي نصر علي خليفة بيقول إن طبعا ده قرار صائب وممتاز رغم تأخره، فيجب ربط جميع المصريين بالخارج إلكترونيا حتى تعرف الدولة عدد المغتربين وطبيعة عملهم والمؤسسات والدوائر الذين يعملوا بها بالخارج، وكذلك توثيق عقود العمل الخاصة بالعاملين بالخارج لضمان حقهم مع عدم تعثير المغترب في تخليص معاملته. كما أناشد أيضا وزارة الداخلية ممثلة في تصريح العمل للمغتربين بتجديد تصريح العمل وتكون مدته 7 سنوات يرتبط بجواز السفر، يجدد سنويا بنفس الدفتر، ويقوم المغترب بسداد الضريبة وتسجيلها بنفس الدفتر، والاستلام يكون في نفس الوقت. لأن بصراحة أنا كمغترب بتعب جدا عند عمل تصريح إلى السفر ويكون هناك زحام شديد، وبعض مكاتب الطباعة خارج المكتب بيستغلوا الناس البسطاء وبيفرضوا مبالغ كبيرة جدا للطباعة، وعندما يرفض المغترب الدفع لأن المبلغ بيبقى كبير بيتجمعوا ضده مثل العصابات، وبيكون رجال الأمن متعاونون معي ضد المغترب أو معهم عفوا، وبكده حرام وتعقيد في تخليص المعاملة، وبعد ذلك يقولون الاستلام بعد 3 أيام. كل التعقيد دي المفروض يجددوا في نفس الدفتر وفي نفس الوقت، وقمت الدفتر أو أن يضاف على أو قيمة الدفتر أن يقاف على الضريبة. ليس لدينا مانع، مش عشان نعمل تصريح نضيع 2 يوم من الأجازة دي، ده تعقيد وحفظ الله مصر. بشكرك جدا على هذا التعليق. تعليق آخر من عبد الناصر الحمدي بيقول السلام عليكم، من الواجب الربط ما بين المواطن ووطنه، وقد تأخرت هذه الخطوة، بعض المغتربين بيحتاجوا لبعض الاستفسارات عن أوامر خاصة بهم، فعن طريق الربط الإلكتروني يمكنه طرح سؤاله وتلقي الإجابة، وده أكيد هيخفف عليه عناء السفر لعدة كيلومترات لذهاب السفارة والقنصلية من أجل الاستفسار عن أمر بيخصه. أشكرك يا عبد الناصر على هذا التعليق. محمد العريشي ليه تعليق آخر بيقول إن ده قرار جيد، سيكون خطوة كبيرة لتسهيل تواصل المصريين في الخارج مع وطنهم لحل مشاكلهم مباشرة مع الدولة، وهذا موجود في جميع دول العالم. خطوة جيدة، وأتمنى عندما تصل أي شكوى يتم حلها وبسرعة. عويد عويدة بيقول بالنسبة لقرار وزارة القوى العاملة والهجرة بالربط الإلكتروني بالعمالة الخارجية، نستطيع أن نقول أن هذا القرار صائب 100%، ولو أنه تأخر كثيرا حتى على الأقل لكي نعرف أو تعرف مصر كم عدد أولادها الذين يبحثون عن لقمة العيش خارج البلاد، وأيضا لولا سعيهم وراء لقمة العيش في الخارج فكان من الممكن أن يضاف هذا العدد إلى نسبة البطالة في البلاد. ولي تعليق واحد على هذا القرار العظيم، نحن نقيم في دولة الكويت الشقيقة، والسفارة هنا لا تعرف أي شيء عن أي مقيم مصري من الناس البسطاء والغلابة، وإنما كل اهتمامهم بالطبقات العليا. نرجو من وزارة الخارجية إعادة النظر في ملف العمالة الخارجية وحل مشاكلهم لتخفيف معاناة الغربة. بشكرك يا عويدة على هذا التعليق. طيب، دي كانت بعض التعليقات اللي وردت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، لسه مستنية المزيد من التعليقات، ولكن اسمحوا لي أرجع مرة أخرى لزميلي شهاب شعلان.
إليك شهاب. شكرا لك ياسمين، وشكرا لكل مشاهدينا الذين تواصلوا معنا، وما زالت مشاهدينا أمامكم الفرصة متاحة للتعبير عن آرائكم وأن ترسلوا إلينا بالمشاركات على المواقع وعلى الوسائل التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة. الآن نستكمل مشاهدينا نقاشنا مع ضيوفنا الكرام الذين انضموا إلينا الآن عبر الهاتف، ونرحب بكل من نرحب بضيوفنا الذين الآن سينضمون إلينا، الأستاذ يسري معروف رئيس اتحاد عمال موانئ مصر، وكذلك نرحب بالمهندس إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين في السعودية. أهلا بكما، وأبدأ مع الأستاذ يسري معروف رئيس اتحاد عمال موانئ مصر. أستاذ يسري أهلا بك. أستاذ يسري، أولا كيف ترى هذا الربط الإلكتروني الذي أقامته الآن وزارة القوى العاملة والهجرة مع أو وزارة القوى العاملة فحسب مع الكويت من أجل تطبيق الربط الإلكتروني مع العاملين المصريين في الخارج؟ والله طبعا دي يعني ما فيش خلاف، طبعا دي خطوة جيدة، وأي عملية تحديث لنظم العمل في وزارة القوى العاملة أو حاجة خاصة بالعمال وبالذات العمال خارج مصر دي حاجة كويسة جدا طبعا، ما حدش يقدر ينكرها، بتقلل الوقت وبتقلل المجهود، بتريح العمال، بتحسس عمال المصريين من الخارج ان فعلا في حد فاكرهم في الداخل عندنا. بس طبعا يعني ولكن استاذ، بحسب ما سمعنا من الاستاذ هيثم بان هذا الربط الالكتروني سيكون معني به من يودون الذهاب او العمل في دول خارج مصر، اي يتم استخدام العماله المصريه الى الخارج من الدول المستضيفه من خلال هذا الموقع الالكتروني، وليس يعني بشكل كبير يعزز عمليه تواصل المصريين في الخارج مع الوزاره من اجل وضع حلول او طرح مشكلاتهم على الوزاره. طب خلينا نتفق ان مفيش خطوه بتتاخد او في اي عمل بيتعمل جديد بيبقى من اول ما بيتعمل بيبقى ناجح 100%، تمام؟ كل حاجه بتبدا وبعد كده بتبدا تتطور وبالاخر بتوصل، بس لازم نبدا. احنا بنتكلم كخطوه احنا بدانا، بس انا بتكلم في جزئيه تانية، هل الاعلان الكم ضخم عن هذا العمل دلوقتي يعني برضو دي حته سلبيه، ان هو جاي بالتزامن مع اشاعات ماشيه وفي كلام بيتفطر ان في اتجاه للدوله ان هي تفرض ضرائب زياده على المصريين العاملين من الخارج. فهل النظام الالكتروني والمكنه اللي بتتعمل ديت هل معموله عشان زياده حصر العاملين المصريين بالخارج عشان زياده الاعباء الضريبيه عليهم؟ هل دي بتتزامن هو ده لسه كلام في اطار الشائعات يعني، ولكن لم يخرج قرار رسمي او قانون او اي شيء من هذا القبيل يتحدث عن فرض ضرائب على المصريين العاملين في الخارج. انا اكدت على حضرتك ان هي اشاعات وان ده كلام برضه بيتقال، وانا قلت الكلمه دي قبل ما اتكلم عن الموضوع. فطبعا لازم وزاره القوى العامله لازم تعلن بشكل وبشفافيه ايه يا جماعه، ايه الغرض من حصر المصريين بالخارج؟ هل الاشاعات اللي هو كما تحدث الاستاذ هيثم الاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزاره القوى العامله، هو الهدف منه ضمان حقوق العامل المصري وتوثيق لعقد العمل بينه وبين الجهه التي سيذهب اليها حتى يضمن ان يحصل على حقوقه كافه التي تم الاتفاق عليها الكترونيا. تمام. طيب ابقى معنا أستاذ يسري معروف، وننتقل إلى المهندس إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين في السعودية. مهندس إمام أهلا بك. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. أبدأ معك مع سؤال الحلقة، ما هو رأيك في الربط إلكترونيا للمصريين في الخارج مع وزارة القوى العاملة؟ الحقيقة هو قرار هام جدا، وبنشكر عليه السيد الوزير محمد سعفان، لكن أنا بقول له إن دي مجرد خطوة على الطريق. هذا الربط هيضمن حقوق العاملين في القطاعات الحكومية في الدول اللي هيتم الربط معاها. فالعاملين في القطاعات الحكومية دي شريحة يعني لا تتعدى 25% ولا 20% من عدد العاملين بالخارج. الشريحة الأهم وهي العمالة اللي هي بتيجي حوالي 70-75% تحتاج إلى، لا يجوز خروج عامل من مصر إلا بتوثيق عقده من وزارة القوى العاملة. لابد ان وزاره القوى العامله تضع نظام مع جميع مكاتب العماله اللي موجوده في مصر، ممنوع عامل يخرج دون موافقه القوى العامله على العقد بتاعه وتوثيقه. هنا نضمن ان العقد بتاعه هيتم تنفيذه، ويبقى في شرط في العقد، ولابد ان يكون في مجموعه بنود موحده في جميع العقود اللي تخرج العماله المصريه
بضمان عقده ولا يجوز تغيير بنود معينه في العقد بعد سفره لبعض الدول، لان احيانا بيسافر العامل على اتفاق معين وبعد ما يسافر يبتز صاحب العمل يقول له نزل الراتب بتاعك الى كذا. احنا عايزين نضمن دي مع العماله اللي بتعمل في القطاع الخاص. العماله اللي بتعمل في القطاعات الحكوميه غالبا حقوقها مضمونه لان الدول بتحفظ حقوق العاملين، اما القطاع الخاص هو اللي عنده المشاكل. وهذه المشكله مشكله يعاني منها كثيرون من العماله المصريه الموجوده في السعوديه بكل تاكيد. واحنا كمان عندنا حاجه مهمه جدا علشان نوقف المشكله قبل ما تحصل، لابد ان وزاره القوى العامله تتبع كتيب. احنا كاتحاد المصريين في السعوديه عملنا او تضعوا على الموقع الالكتروني لل او تضعوا على الموقع الالكتروني للوزاره. اسمح لي يا فندم، هذا الكتيب البسيط اسمه دليل السفر للراغبين الى المملكه العربيه السعوديه، دليل السفر للراغبين الى الكويت، بيتحط فيه اهم البنود الحق اللي بتحفظ حقوقه في العقد وايه هي المشكلات اللي ممكن تقابله هناك علشان يبقى رايح فاهم ان الدوله اللي بيتعامل معاها فيها قوانين محدده يحترمها ويمشي عليها. هذا الكتيب بتعمله كل الدول الكبيره، الدول الاوروبيه كلها بتعمله، واتخيل ان احنا كجمعيات اهليه مستعدين نعمل طباعه هذه الكتب لكل واحد في الدوله بتاعته ويديها للوزاره توزعه على كل عامل قبل ما يخرج من مصر. ولابد ان مطار القاهره يؤكد ان كل عامل خارج عنده موافقه من وزاره القوى العامله ولا لا، علشان نقدر نحفظ حقوقه بالفعل. حاجه ثانيه مهمه جدا وهي انتوا حضراتكم برنامج همزه وصل. المصريين بالخارج بالفعل يحتاجوا الى هذه الهمزه، همزه الوصل اللي بتضمن ترابط المصريين بالخارج ببلدهم لانهم كلهم بيعشقوا مصر. تمام. واحنا حلمنا ان همزه الوصل دي هتكون وزاره الهجره اكثر تخصصا وتفرغا للمصريين في الخارج. تمام. لكن طيب، لكننا حتى الان لم نشعر بهذه الهمزه، بل بالعكس يمكن زادت الفرقه ما بين المصريين في الخارج. نتمنى ان السيده الوزيره تغير سياستها في المرحله اللي جايه. نعم. وبالفعل نقدر نوصل لهمزه وصل حقيقيه تربط المصريين بالخارج. شكرا. نعم، وصلت فكرتك مهندس امام يوسف رئيس اتحاد المصريين في السعوديه، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. الان مشاهدينا نشاهد مجموعه من الاراء للمواطنين في الشارع حول رؤيتهم او رايهم في الربط الالكتروني للمصريين في الخارج مع وزاره القوى العامله، نتابع. نظام كويس جدا، لان ربط العماله عن طريق الالكترونيات والايميل والانترنت ده كويس للعمال، بس يكون عن طريق برضه جهه قانونيه معتمده الى وزاره القوى العامله والهجره. يعني لازم يكون الانسان طالع بعقد عمل موثق من وزاره القوى العامله والهجره عشان يبقى ضامن ان هو يوصل للمكان حافظ حقوقه فيه وواجباته فيه وربنا يوفقه فيه. اكيد كويس عشان خاطر بتحدد اول شيء امان بالنسبه للرواتب وبالنسبه لفرص الشغل بتاعتهم، بتحدد لهم عمل واقامه وامان هناك وحمايه، وثاني حاجه الدوله تكون مسؤوله عنهم في اخذ حقوقهم. يعني يعملوا ان هم يعني الحاجه تنفع للراجل اللي يطلع يسافر بره يكون مأمن مستقبله ومستقبل عياله وبعارف نظامه، ان شاء الله وقدر حصل له حاجه يقدر ان هو يبقى هو فين حته فلانيه يجيب كذا وهيعمل كذا وهيبقى ماشي صح. انت مع كنز اسمه شباب، يلا بقى اشتغل بقى في كل التخصصات. انت نيتك ايه بقى او انت هتعمل له ايه بقى؟ هو واقف على الباب دلوقتي منتظر الايه؟ اشاره البدء. مين هيديله الاشاره دي بقى؟ لو كان اللي احنا بنناقشه ده هيوفر له الكلام ده يبقى كلام طيب، كلام جميل. ها، يبقى احنا في النهايه قدام كنز عايزين نستغله بقى الكنز ده. هو نظام يعتبر جميل جدا لانه بيعطي حريه للمواطن المصري وعدم ارتباطه بنظام كفاله في الدول العربيه، لان نظام الكفاله بيقيدهم تأييد كبير جدا، فلا بد من وضع نظام زي مثل هذا النظام الحديث لكي يكون فرصه للعمل ويعطي فرصه للي عايز يشتغل من المصريين في الخارج كبيرة ويعطيهم الحرية في اختيار العمل.
كانت هذه مشاهدينا مجموعة من آراء المواطنين في الشارع حول رؤيتهم للربط الإلكتروني للمصريين في الخارج مع وزارة القوى العاملة. الآن مشاهدينا ننتقل أو نعود مرة ثانية إلى غرفة المتابعة الإلكترونية لاستعراض مجموعة أخيرة من مشاركاتكم وآرائكم التي وردت إلينا حتى الآن، وننتقل إلى الزميلة ياسمين القفاص لاستعراض مجموعة أخيرة من هذه المشاركات. إليك ياسمين. أشكرك مرة أخرى شهاب، واسمح لي أن أنا أقرأ التعليقات سريعا عشان بقريت كل التعليقات. في تعليق من محمد عمار بيقول: تأخر كثيرا كعادة كل شيء في مصر بيأتي متأخر. الشاعر طه علي الدين بيقول: قرار ممتاز من شأنه الإحاطة بكل المعلومات والمشاكل المحيطة بالعمالة المصرية في العالم، ولكن بشرط أن تفعيله يكون مستدام وليس لفترة ويهمل. عادل أبو شنب بيقول أن قرار وزارة القوى العاملة بالربط الإلكتروني للعمالة المصرية بالخارج هو قرار ممتاز، ولكن المهم التنفيذ على أرض الواقع، ويجب على أي مسؤول قبل أن يتخذ قرار يجب عليه تحديد مدة زمنية على بداية ونهاية تنفيذ القرار والإعلان عنه مع اتخاذ القرار كما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قراراته. تعليق آخر من أيمن الأنصاري بيقول: نعم، في ظل نهضة مصر الحديثة والتقدم بأبنائها في الداخل والخارج ولحماية مستحقاتها لهم وعليهم للوطن والدولة المستضيفة وحماية العملات الأجنبية التي يحصلوا عليها ويتم تحويلها لأسرتهم بالوطن بدون سوق سودة، الحفاظ على حقوقهم أيضا في المشاكل والحوادث والاعتداءات المختلفة سواء من الحكومات أو من الكفيل أو الزواج من الأجنبيات والمشاكل الزوجية أو أي مشاكل بيقابلوها، وأيضا ربط الإلكتروني يقوم بتسهيل ومعرفة الإحصائيات الدقيقة أولا بأول أعداد المصريين بالخارج وأحوالهم. أشكرك يا أيمن. التعليق الأخير معايا من أشرف فاروق بيقول أن الربط الإلكتروني للمصريين والمغتربين الذين يعملون خارج القطر المصري خطوة جيدة وتحسب لنشاط الخارجية المصرية في الوقت الحالي، وذلك لرعاية المصريين وحل المشكلات ومتابعتهم وتقديم جميع سبل المساعدة لهم في حالة تعرضهم للمشكلات والقضايا والاختفاء والقتل أو النصب أو السرقة خارج البلاد، وأيضا في ربط المصريين بوطنهم وتسهيل حصولهم على حقهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم وتسهيل الإجراءات لهم وتفعيل دور السفارات لخدمة المصريين بجد. أشكرك يا أشرف، وبشكر كل من شاركني بتعليق على صفحتنا على الفيسبوك، وأرجع مرة أخرى لزميلي شهاب شعلان للمتابعة والختام. إليك شهاب. شكرا لك ياسمين، وشكرا لكل مشاهدينا الذين تواصلوا معنا بآرائهم. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من همزة وصلة. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة موضوعها هو: هل توافق على مشروع يغلظ العقوبات على زواج القاصرات؟ هذا هو موضوع حلقة الغد مشاهدينا في همزة وصلة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، وإلى اللقاء.